بالموافقة على تفعيل المادة الخامسة من النظام الأساسي، ونحن أعتقد جميعاً متفقون على هذا الطلب، حتى بس لا ندخل في نقاش يعني جداً. نقطة نظام شيخ عبد الرحمن، نقطة نظام تفضل. سيد رئيس، أنا طبعاً شاكر لكم جهودكم لإعلاء البرلمان العربي في جميع المجالات السياسية والبرلمانية والتشريعية على المستوى الدولي وعلى مستوى الإقليم. وأنا بالنسبة لهذه تفعيل المادة الخامسة، ما دام الأمر صادر عن القمة العربية التي عقدت في بغداد وصادر من رؤساء وملوك الرؤساء الدول العربية، كيف احنا يعني ليش ما تفعل رأسا وبدون تصويت البرلمان؟ طيب انا اجاوبك يا شيخ عبد الرحمن، لانه كان هناك ايضا قرار اخر من قمة اخرى هي قمة الكويت، واضفت على البرلمان الطابع الاستشاري، ولذلك نحن اليوم وصلنا يعني الى معالجات مجلس المندوبين ان يتم يعني وفق اجراءات معينة ان يتم يعني استيفاء هذه الاجراءات حتى ان شاء الله يعني يمر ذلك ونتغلب على هذا التحدي. استاذ يوسف الخاطر. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا سعادة الرئيس، وارحب باعضائنا اللي انضموا الينا الجدد. سعادة الرئيس، انا عندي بس سؤال عن الاجتماع اللي كان عقد مع اصحاب المعالي والسعادة المندوبين الدائمين المعتمدين لدى جامعة الدول العربية، والسؤال بس عن وجهة نظرهم، نبي نعرف كيف كانت وجهة نظرهم في هذا. هل كانت وجهة نظرهم داعمة؟ لان احنا لاحظنا في اولا ان في وجهة نظر داعمة، اما في ثانيا فكانت مبهمة. فبس التوضيح يعني مو انها تضاف لهذا، بس للتوضيح عشان نعرف كيف كانت جيد. وجهة نظر الجامعة العربية. لا جيد، وجهة نظر المندوبين كانت ايجابية وبناءة، ولذلك نحن توافقنا معهم على هذه الثلاث النقاط. ونحن حتى مطلوب منا اليوم ان نرسل هذا يعني هذه الطلبات، لان تاخرنا لان مجلس المندوبين سوف يكون يوم 4 مارس. طيب اذا على بركه الله نريد هذا القرار بالاجماع يا اصحاب المعالي. اذا قرار بالاجماع من البرلمان، بارك الله فيكم وفقكم الله. البند التالي مع سعاده الامين العام المساعد. البند الخامس، التصديق على مضبطتي الجلسه الطارئه والجلسه الثانيه من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريع الثاني المنعقدتين في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يومي 23 و28 ديسمبر 2017 ميلادي. سبق وأن وزعت الأمانة العامة المضبطة عليكم أصحاب المعالي، فهل هناك أي ملاحظات على المضبطة؟ إذن على بركة الله تمت المصادقة على مضبطتي الجلسة الطارئة والجلسة الثانية دور الانعقاد الثاني الفصل التشريعي الثاني. البند الذي يليه سعادة الأمين العام المساعد. البند السادس، تقرير لجنة فلسطين. طيب الآن حندخل في تقارير اللجان. معالي الأستاذ عزام الأحمد، فقط لكم 5 دقائق وللأعضاء 3 دقائق للنقاش، فهل توافقون على ذلك؟ على بركة الله. نقطة نظام تفضل. الأخ الرئيس، حفاظا على وقت البرلمان، التقارير الموزعة من اللجان تثبت في المضابط ومن يطلع عليها، ويكون الأمر في نقاش، يعني تخصص التقارير اللجنة لمناقشة رئيس اللجنة وأعضائها فيما وصلوا إليه. هذا بالنسبة للجنة فلسطين وبقية اللجان، لأن مو يعني ما نريد أن نستهلك الوقت في قراءة تقرير هو موجود أمامنا، من يريد يطلع عليه يطلع عليه ويثبت في المضبطة، هذا سيحافظ على وقت البرلمان إن شاء الله. طيب احنا اعطيناهم فقط 5 دقائق حتى رئيس التقرير فقط يعرض اهم عناصر التقرير، و3 دقائق لكل متداخل. معالي الاستاذ عزام، 5 دقائق لتلخيص ما ورد في تقرير لجنة فلسطين. شكرا سيدي الرئيس. يعني الفاصل الزمني بين الاجتماع السابق والحالي يعني قصير، وبالتالي اجتمعت اللجنة يعني تقريبا استعرضت نفس النقاط الرئيسية التي سبق أن ناقشناها سواء في الدورة السابقة أو الدورة الطارئة، والتي تركزت حول يعني إعلان ترامب حول القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل،
دولة الاحتلال في فلسطين، وكذلك يعني التبعات المترتبة على ذلك وخطة التحرك التي وضعت وأقرها البرلمان العربي في الدورتين السابقتين الطارئة والعادية، واستعرضت التحركات التي قامت بها هيئة رئاسة البرلمان العربي ممثلة بالسيد رئيس البرلمان العربي، والوفود التي زارت مثل زيارة الأخيرة إلى الصين، وهي دولة تساند الموقف الفلسطيني والعربي، ووقفت بقوة ضد يعني الإعلان الأمريكي حول القدس، وكذلك جرى استعراض الرسائل التي أرسلت من قبل السيد رئيس البرلمان إلى البرلمانات الإقليمية والدولية المعنية والوطنية كذلك، وفي سواء ما يتعلق في القدس أو المشاركة في مؤتمر الأزهر الشريف الذي يعقد يومي 17 و18 يناير 2018 بحضور ممثلين ل 86 دولة وعدد كبير من المنظمات الإقليمية والدولية. وبالفعل كان مؤتمر يعني صدر عنه قرارات تلبي وتلتقي بما يدعو له من خطة عمل للتحرك البرلمان العربي، وكذلك رئيس البرلمان العربي ألقى خطاب هام في هذا المؤتمر الذي خرج بنتائج يعني الأزهر الشريف يتولى متابعة تنفيذها والتحرك من أجل تحقيقها لفصح إعلان ترامب وسلطة الاحتلال الغاصب في فلسطين، كما جرى استعراض التنسيق الذي تم بين الأمانة العامة لجماعة الدول العربية والبرلمان العربي حول هذا المواضيع والمواضيع الأخرى مثل قضية محاولة إسرائيل الانضمام إلى مجلس الأمن كدولة غير دائم عضو في مجلس الأمن، ولقي تحرك البرلمان العربي ترحيب كل المؤسسات سواء الاجتماع الوزاري العربي على مستوى وزراء الخارجية أو تحرك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. أقرت اللجنة استمرار التحرك يعني حول هذه المواضيع. كيف جرى استعراض اجتماع رؤساء البرلمانات العربية الذي عقد قبل أيام بدعوة من البرلمان العربي، وما رافق من هذا الاجتماع، وبالتالي بعض الملاحظات التي تحدث عنها رؤساء البرلمانات العربية الوطنية بعضهم حول التداخل في العمل بين البرلمان العربي واتحاد البرلمان العربي، وأكد رئيس البرلمان العربي للجميع حرص البرلمان العربي على التنسيق مع البرلمانات الوطنية ومع اتحاد البرلمان العربي ومع كل المؤسسات العربية في العمل المشترك حتى يكون هناك حركة دائمة لخدمة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. أيضا يعني تم التأكيد في اللجنة على أن البرلمان العربي سيبدأ بالتحرك لدعم توجه يعني وقرار المجلس الوطني الفلسطيني من أجل تقديم بند طارئ على جدول أعمال اتحاد البرلمان العربي اتحاد البرلمان الدولي الذي سيعقد في جنيف نهاية الشهر آذار القادم حول التبعات المترتبة على إعلان ترامب وخاصة ما يتعلق منها بالقضايا الإنسانية وفي مقدمتها قضية الأونروا، ومعروف للجميع رغم أن التحرك الأمريكي يعني والإسرائيلي هدفه سياسي بامتياز لشطب الأونروا من سجل الأمم المتحدة على طريق شطب قضية اللاجئين كما حاولوا أن يعملوا فيما يتعلق في قضية القدس. أيضا استعرضت اللجنة التحركات الأمريكية
والعربية بشكل عام، ولاحظنا أن هناك بعض يعني ميل للهدوء في اللغة الأمريكية حول قرارهم سيء الصيت، ولكن هذه اللغة لا تغير شيئا من مضمون وأهداف إعلان ترامب الذي يهدف إلى مس الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية والمسيحية في القدس، وأيضا باعتبارها يعني عاصمة الدولة الفلسطينية. وبالمناسبة يعني آخر تناقض جرى علنا أمس واليوم بين الجانب الأمريكي والإسرائيلي حول هذا الموضوع، ولكن كما قلت بالشكل وليس بالمضمون. وأقرت اللجنة استمرار التحرك الدائم والتواصل لكافة القضايا المتعلقة بدعم القيادة الفلسطينية في تحركها على كافة المستويات الإقليمية والدولية، وأكدت اللجنة على توحيد الموقف العربي الفلسطيني ليكون موحدا مع حتى يسهل التنسيق مع قوى المجتمع الدولي والدول التي وقفت خلصت. وأيضا أكدت اللجنة مشددا على ضرورة تنفيذ اتفاق 12 أكتوبر 10 من العام الماضي حول تمكين حكومة الوفاق الوطني من استلام الإدارة بشكل كامل في قطاع غزة، وحثت كل الأطراف الفلسطينية المعنية على ضرورة إنجاز بأسرع وقت ممكن هذه المسألة باعتبارها قضية أساسية لمجابهة المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية. شكرا عزام. الأمانة العامة يتفضل ويأخذ أسماء من طلبوا المداخلات. من يطلب المداخلات يرفع يده حتى يتم تسجيل اسمه. تفضل الأمانة العامة سجلوا الأسماء واعطونا الأسماء لو سمحتوا. معالي النائب علي الدقباسي. شكرا أخي الرئيس. شكرا للإخوان في اللجنة جهودهم الواضحة والمستمرة. لكن بشكل عملي ماذا قدمنا يعني كبرلمان عربي خلافا للاستنكار والتنديد؟ أنا أتصور أن البرلمانيين على مستوى العالم هم من يشكلون الحكومات. الحزب الفائز بالانتخابات هو من يشكل الحكومة. من المهم أن البرلمان العربي لو كان عقدنا على هامش أعمال هذه الدورة أو غيرها دعوات لبرلمانيين مختلفين من العالم لكشف الجرائم الصهيونية كيف يخالف الكيان الصهيوني القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقدس، بمعنى أن نكون في تحرك على البرلمانيين عمليا ونشرح فيه ونستمر في المطالبة بتجميد عضوية الكيان الصهيوني في المحافل البرلمانية الدولية. هذا يعتبر نوع من حصار على الكيان الصهيوني، هذا يعتبر نوع من كشف الجرائم، هذا يعتبر نوع من أنواع الإيضاح للرأي العام العالمي بأن الكيان الصهيوني اللي يتشدق بأن دولة ديمقراطية هو قاعد يرتكب يوميا جرائم بحق الإنسان وجرائم بحق البيئة وجرائم بحق أبسط قواعد القانون الدولي. وبناء عليه أنا أقترح لك الرئيس أن جنابك والإخوان في المكتب يكون لديكم فكرة، وأنا مستعد أصيغها، أن يكون في تحرك للبرلمانيين وأن يعقد على هامش أعمال دورتنا القادمة مثلا معرضا وتوجه دعوات أو تقام ندوة في أوروبا وتدعون لها. أنا أريد أن أسعى إلى محاصرة الكيان الصهيوني، أن أوجه إليه لكمة بدلا من أن نكتفي ببيانات. شكرا. شكرا معالي النائب. معالي الدكتور عبد الله المنيف. فيما يتعلق بمتابعة قرارات البرلمان العربي وتنفيذها كما يجب، كما أشكر الأخ الفاضل عزام فعلا على إعطائنا ملخص لما تم حيال التحرك حيال قرار سيء الذكر،
وإعطائنا على الأقل ملخص أنه والله فيه يعني عبارات تلطيف وإن لم تكن بالشكل أفضل. وهذا يقودني للسؤال تحركنا فعلا، أرسلنا فعلا، استنكرنا فعلا، ولكن هل رصدنا ردود الفعل على تحركاتنا؟ هل أتانا إجابات من هذه البرلمانات اللي أرسلنا لها أو الجهات التي خاطبناها، سواء بالدعم أو سواء بالاستنكار، أيا كانت الدول، سواء البرلمانات العربية أو الدول الأخرى والبرلمانات؟ يعني حبذا لو يكون في معرفة ورصد تحركات، نتائج هالتحركات ماذا تم؟ هل أتتنا إجابات؟ يعني نعطى ملخص، احنا تحركنا بهذا الشكل، أمام كل تحرك ماذا وصلنا؟ ما هو رد الفعل الذي وصلنا؟ وبالتالي يكون ردة فعلنا على هذا التحرك. إن لم تأتنا إجابة فنطلب الإجابة، إن كان الرد إيجابي فنتحرك في هذا الخصوص ونشكر من تحرك إيجابي، إن لم يكن هناك أي تحرك يجب أن يكون هناك خطة واضحة ومرسومة للتحرك الإيجابي لمعرفة لرصد ردود الفعل والتحرك تجاهها. شكرا لكم معالي الرئيس. شكرا معالي الدكتور. معالي النائب دلال سعيد. شكرا معالي الرئيس، شكرا أيضا موصول للجنة ورئيسها. طبعا أنا أثني على ما تفضل فيه بداية الأخ دلال منيف اللي هي متابعة التحركات، وطبعا جهود بذلها البرلمان العربي منذ تخصيص الجلسة الطارئة فيما يتعلق في هذا الموضوع. وأيضا نحط في اعتبارنا الكلمة اللي يعني موجودة في التقرير ذاته، إن البرلمانات في بعض الدول هي من تملك الحق قانونا ودستوريا في الاعتراف بدولة فلسطين، وبالتالي توجيه الاهتمام يعني حصر الدول من تلك البرلمانات ليتم التركيز عليها بشكل دقيق يعني من قبل اللجنة الأمانة تساعدهم. وأنا عندي اقتراح أيضا معالي الرئيس، أينما ورد القرار الأمريكي على طول يأتي استكمالا له الغير مشروع، يجب أن نرسخ هذه الجملة وتكون مترابطة معه بحيث يصبح القرار الأمريكي الغير مشروع، لأن في التقرير تضمن دائما بس القرار الأمريكي، فينبقي ترسيخ هذا المفهوم. وأيضا احنا فيما يتعلق في البرلمان البلجيكي وبرلمان سلوفينيا حسب ما هو ورد في التقرير، يعني نشكركم على هذا الأمر والاستمرار في المخاطبة والمتابعة والتثمين والتقدير، دائما يأتي بإيجابيات. أنا أيضا أحب في الفقرة الأخيرة لما كتب موضوع الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني أن تفرد أيضا عبارة بشأن انتهاكات حقوق الطفل الفلسطيني وبيان كيف تخالف الاتفاقيات الدولية والإقليمية في هذا الشأن نظرا لارتفاع نسبة الانتهاكات الموجهة للطفل. شكرا. شكرا معالي النائب دلال. الكلمة الآن لمعالي النائب خليل عطية. شكرا معالي الرئيس. أنا في موضوعين راح أتحدث فيهم. الموضوع الأول أنه في صندوق لدعم القدس، هل قامت الدول العربية بالإيفاء بالتزاماتها اتجاه هذا الصندوق؟ أتوقع في توصية سابقة معالي الرئيس من مجلسنا الكريم ببيان من الدول التي التزمت بهذا الصندوق ومن الذي تلتزم، ونحن كبرلمانيين المفروض أن نضغط على حكوماتنا كي تفي بالتزاماتها اتجاه القدس. فما أهم من القدس في هذه الأيام لدعم صمود المقدسيين. الموضوع الثاني معالي الرئيس، يعني واتفقت أنا والأخ عزام، يعني فعلا أشكر على جهودهم الطيبة في لجنة فلسطين على إعداد هذا التقرير بدور تثمين دور الأردن في تحركها السياسي من أجل القدس والقضية الفلسطينية والقيام بدورها ومسؤولياتها في الوصاية الهاشمية. يجب أن نؤكد على هذه الوصاية التي يعني في اتفاق أردني فلسطيني في هذا الموضوع، بالإضافة إلى اتفاقية وادي عربة ضمنت هذا الحق. فنرجو التأكيد ووضع فقرة في هذه التوصيات تثمن الدور الأردني في الوصاية على المقدسات
الإسلامية والمسيحية لما أهمية هذا الدور، وهو الدور الوحيد العربي الموجود، لذلك يجب دعمه وتثمينه والتأكيد عليه. شكرا معالي الرئيس. شكرا معالي النائب خليل. معالي كلمة طلبها معالي اللواء سعد الجمال وهو عضو في لجنة فلسطين. شكرا سيادة الرئيس، وشكر موصول أيضا لكل زملائي والترحيب بحضراتهم في انعقاد هذه الدورة على أرض القاهرة في بيت العرب في جامعة الدول العربية. الحقيقة طبعا أنا اسمح لي سيادة الرئيس أن أنا يعني أشيد بموقف البرلمان العربي تجاه ما حدث للقدس وتجاه القرار الأمريكي. فالبرلمان العربي عقد جلسة طارئة أتينا فيها من كل بلادنا من أجل فلسطين ليدلي دلوه تجاه هذا القرار. البرلمان العربي شكل لجنة تحت رئاسة رئيس البرلمان وهي لجنة فلسطين. هذه اللجنة قامت بالتنسيق مع اتحاد المحامين العرب ورئيس هذا الاتحاد من أجل الوقوف على الإجراءات القانونية التي يقوم بها الاتحاد اتحاد المحامين. هذه اللجنة أيضا لها تحركات على المستوى الدولي، وإن كنت أتمنى أنه من خلال هذه التحركات أن نعرف وتعلن النتائج التي توصلنا إليها، سواء فيما يتعلق بالحصول على عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، أو سواء في منع وعدم تمكين إسرائيل من عضوية غير دائمة في مجلس الأمن، لأنه مجلس معني بالسلم والأمن الدوليين، وإسرائيل هي أخطر ما يهدد السلم والأمن على مستوى العالم، وفاقد الشيء لا يعطيه. هذه الأمور سيادة الرئيس يظل استكمال فعاليات المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام. وأنا أحيي الأخ عزام كانت له تحركات في القاهرة لاستكمال هذه الفعاليات، هو والأخ إسماعيل هنية، أتمنى إن شاء الله أن تكلل بالنجاح بإذن الله. شكرا سيادة الرئيس. شكرا معالي اللواء. انتهى طلب المداخلات، ونعود لمعالي النائب عزام الأحمد ليجيب باختصار معالي النائب على هذه التساؤلات. الرئيس، وشكرا للزملاء والزميلات على ملاحظاتهم، وبكل وضوح بقول كل الملاحظات كأنه اللي أدلوا فيها كانوا معنا في اجتماعات لجنة فلسطين، نوقشت كلها حقيقة، وإحنا فضلنا التقرير يكون مختصر قدمناه. المتابعة تنفيذ القرارات أو تنفيذ التحرك واستقبال يعني ردود إيجابية، أكدنا بشكل تفصيلي في اللجنة على التحرك، والأخ دلال أشارت للبرلمانات اللي إلها زي سلوفانيا حق صاحبة الاختصاص في الاعتراف. حسب معلوماتنا سيتم التصويت في برلمان سلوفانيا قبل نيسان القادم، يعني 90% خلال الشهر القادم، لأنه من صلاحية البرلمان، والخطوة الأولى بدأت في البرلمان، وقررنا إرسال رسالة خاصة حول هذا الموضوع لحث يعني برلمان سلوفانيا على استكمال الخطوات. وأيضا أقرينا يعني مجموعة من الرسائل مشار إليها في التقرير لبرلمانات سبق أنه أرسلنا لها رسائل، وكنا تواصل معها بشكل زي فرنسا، لوكسمبورغ، بلجيكا، في تحركات نشطة فعلا تحتاج
إلى متابعة وبشكل دائم. بس يعني ملاحظتي أخرى، النشاط اللي اقترحه الأخ الدكباسي يعني بتقديري معقول جدا ومن الطبيعي، وهذا لا ينتقص إطلاقا من أهمية التحركات التي نقوم بها، خاصة البرلمانات ليست جهة تنفيذية في الدول، وإنما هي للضغط على حكوماتها لاستكمال يعني ما هو مطلوب منها. وأنا بعتقد إسرائيل قاعدة تحاصر تماما. بالنسبة لاتحاد المحامين العرب أيضا ناقشنا، ولا أكن في توصيل اللجنة من هيئة مكتب الرئاسة تتصل في اتحاد المحامين العرب، يعني يجب بشكل رسمي يبلغنا. أنا معلوماتي عمل اتحاد المحامين العرب على الصعيد العربي شيء، بس بالمؤسسات الدولية حتى الآن خطوات عملية ما زالت لم تتم، ولكنها بالفعل أنا بعتقد البرلمان العربي بحيويته بنشاطه بهيئة مكتبه برئيسه بإمكانه يعطي جهد لحس اتحاد المحامين العرب على سرعة التحرك. بالنسبة طبعا يعني ملاحظات الأخ خليل، فيش أي خلاف، زي أنت لاحظت تقريبا لخصنا القرارات السابقة بشكل عام، لكن التأكيد سواء على الدور الأردني في رعاية الأماكن المقدسة، هناك استسلام كامل من كل العالم لهذه المسألة بما فيه. وأيضا هين بدي أشير، نأمل أن لا يتم التركيز على المقدسات نقطة، قد تكون خدعة. تابعنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام جانبا من جلسات